يا مساء الفل والياسمين والخير على اولاد مصر واهل مصر، ومساء الامل والنجاح. تصوروا في الوقت اللي احنا فيه ده في امل وفي نجاح. بحيي زمايلي وبحيي الجمهور وبحيي الجمهور اللي بيشاهدنا. والحلقه اللي فاتت احنا ختمناها باغنيه جميله قوي فيها امل، وهي فيها امل، صح ولا لا؟ صح جدا. ده اقل دليل ان فيها امل. السنه اللي فاتت فريق من جامعه الاسكندريه كسبوا المركز الاول على افريقيا، وسافروا الولايات المتحده اخذوا المركز الرابع في بحث هم عاملينه. اكيد في امل. مصر بقى لها 3 سنين بتشارك في المسابقه دي من كليات مختلفه، من كليه العلوم وهندسه بترول، وبيتحطوا في اماكن مختلفه عشان يكتشفوا ابار بترول في اماكن مختلفه في العالم. احنا حضرنا النهائيات دي، وهي النهائيات دي كانت في مصر. بس عايزه اقول لكم ان الشباب بجد لما بيلاقي ظروف كويسه ومناخ كويس بيعمل حاجات كتيره حلوه. دي مسابقة دولية، كل جامعة من جامعات مصر اللي بتدرس سواء جيولوجي او بتروليوم جيولوجي بيبدأوا ان هم يتقدموا للمسابقة دي. فممكن كل جامعة في مصر ممكن انها تشترك باكتر من فريق. الفرقة كلها بتقعد فترة حوالي شهرين تقريبا، بياخدوا مجموعة من البيانات يشتغلوا فيها من ناحية تحليلها عشان يوصلوا فيها النتائج. احنا اخترنا فريق واحد يمثل كل جامعة. الفرق دي هتبدأ انها تشتغل علشان تعد نفسها للمرحلة الجاية. هتمثل مصر ان شاء الله في نص النهائي او السيمي فاينل اللي هو هيكون موجود في نيجيريا. كنا احنا واخدين منطقة في هولندا، كان في كونسيشن معين. المنطقة دي كانت المفروض ان هي بتطلع مية، وكمان ان احنا نقدر نطلع منها غاز باتجاه معين او كونسيشن تاني جنبينا. بصراحه ما كانش يعني حد فينا توقع ان احنا كنا نطلع مركز اول خالص. احنا كنا كل همنا اللي احنا قلناه لبعضينا، ان كل واحد يتعب في الجزء اللي واخده ويعمل اللي عليه، وربنا هو اللي بيحاسب في الاخر. ان شاء الله ناخد الداتا الاول ونكمل على خير، ونفس المجهود اللي احنا عملنا بيه وان شاء الله نبقى اول افريقيا ان شاء الله. زي ما شفنا هم فازوا بالمركز الاول على 30 فريق. معانا في الاستوديو محمد عادل واسلام اسامه، ازيكم؟ مبروك. الله يبارك. عرفتوا ازاي ان في مسابقه زي دي وانتوا اصلا في سنه كام؟ احنا خريجي دفعه 2012 قسم جيولوجيا جامعه حلوان كليه العلوم. المسابقه دي احنا عرفناها الاول من خلال الستودنت شابترز الاي بي جي اللي موجود في الجامعه، واللي هو بيمثل المنظمة الأمريكية لجيولوجين البترول. في كل جامعة أو في كل في مصر في ستودنت شابتر بيمثل المنظمة دي. إحنا قدمنا من خلال الواي بي اللي هم اليانج بروفيشنالز، وهم دول اللي كانوا معانا خطوة بخطوة بيساعدونا من خلال إن هم يزودونا بالمعلومات اللي ممكن نحتاجها والمحاضرات في حالة إن احتاجنا محاضرات. وكانوا بيحاولوا اللينك ما بيننا وما بين الناس اللي قبلينا اللي فازوا بالمسابقات اللي هم شاركوا السنة اللي فاتت واللي قبلها، بحيث يقدروا يفيدونا ويساعدونا في كل مرحلة إحنا فيها. انتوا حلوين خالص وجمال، يعني بجد شكلهم يفرح والله. يعني طيب قول لي انتوا المسابقه كانت بتتكلم ايه الموضوع بتاعها؟ هو المسابقه هي عباره احنا بنستلم داتا عن منطقه معينه، بس بتكون غالبا خارج مصر، وبعد كده بنشتغل عليها او بندرسها تفصيليا تحت مسمى الجيولوجيا، اللي احنا بندرس المنطقه اتكونت ازاي على مر العصور، وايه العوامل اللي اثرت عليها عشان تدينا الشكل دوت، وايه الطبقات المكونه ليها. وبعد كده بننتقل بقى لاهم جزء هو اكتشاف البترول فيها. امتى اكتشفوا البترول؟ وايه الكميات اللي انتجوها واللي ان شاء الله هنستخرجها؟ وليه المناطق دي بتنتج وليه بقى المناطق الثانيه ما بتنتجش؟ احنا بقى بنعرف الاسباب ديت وبندرسها. وفي هي اهم حاجه في الموضوع دوت اللي احنا بتقابلنا مشكلات كتير. احنا بقى هي بتفرق بقى من كل فريق حسب وجهه نظره، فبيحل مشكله بطريقه معينه وفي طريقه معينه ثانيه، فبنتعلم من بعض ايه ازاي هو جاب الفكره ديت وازاي الثاني جاب ازاي. بنعمل مع بعض تبادل معلومات عشان نوصل لاحسن حل ونكون في مستوى احسن. ما اكتشفتوش اي بير 95 ولا 92؟ طب سولار؟ لا برضه. طب انا زي ما فهمت ان دي اول مرحله، في مراحل تانية عالميه او دوليه، مظبوط؟ تمام. هي المسابقه المفروض ان في IBA بري فاينلز او
اللي هو قبل النهائيه، وفي بعد كده اللي هي الفاينلز. المسابقه الجزء اللي قبل النهائي ده هي التصفيه في افريقيا، وده بيصعد من خلال الفرق اللي بتشارك، تيم واحد بس هو اللي بيصفي في الفاينلز في امريكا ان شاء الله. انت لسه في افريقيا، انت دلوقتي خدتوا على مستوى مصر وبعد كده عندكم افريقيا وبعدين كده الولايات المتحده وبعدين امريكا اخر حاجه. من ثلاث سنين بقى وفي ناس فازت من ثلاث سنين، هما فين دلوقتي؟ في ناس كتير منهم دلوقتي تشتغل في شركات بترول كبيره، ومعظمهم برضو من السنه دي والسنه اللي فاتت هما بيساعدوا الفرق اللي زينا ازاي هما اشتغلوا وايه الخبرات اللي اكتسبوها بينقلوها لينا عشان برضو نكون على نفس المستوى ونقدر ننافس لما نسافر على افريقيا، لان هناك الناس بيبقوا بروفيشنال اكتر مننا شويه، وكمان لما نسافر امريكا نكون على نفس المستوى نقدر نشارك هناك. طب ايه اللي اتعلمتوه من المسابقه؟ يعني احنا عارفين دايما ان الجامعات او المدارس احنا بنحفظه في الاخر لما بنطلع في سوق الشغل بقى، وفي الشغل بنلاقي اللي احنا ذاكرناه كله للاسف مش هو ده الشيء الواقع يعني. فايه اللي انتوا اتعلمتوه في المسابقه دي؟ احنا اتعلمنا طبعا، اكتسبنا الاول خبره كبيره من المسابقه دي في مجال عملنا، ازاي نطبق ما بين اللي بندرسه كنظري وازاي نطبقه عملي وازاي نطلع بنتائج بعد كده. وطبعا غير ان احنا اتعلمنا ازاي نشتغل في تيم ورك او عمل جماعي، ازاي نحترم اراء بعضينا، ازاي نقدر نوصل المعلومه لبعض بطريقه صحيحه، وازاي ننقل المعلومات مع بعضينا عشان نوصل بنتيجه واحده هي تقدر تفيدنا ونقدر بيها نحقق حاجه في المسابقه. طب بس انتوا لو لقيتوا فرصه في امريكا دلوقتي في شركه عالميه كبيره هتقبلوها؟ ولا لو لقيتوا دعم من بلدكم انها ممكن تفضلكم عن شركه عالميه وتديكم موقع تشتغلوا فيه، هتفضلوا ايه؟ والله طبعا احنا نفضل طبعا مصاريح طبعا. البنزين هيغلي. هيغلى البنزين هو هيغلى هو غلي خلاص. هو عامه طبعا احنا نتمنى ان احنا نشتغل هنا في بلدنا، واحنا بنعمل كل دوت وبنعلي مستوانا وبنذاكر للمعنهار عشان نقدر احنا نوصل لمستوى الناس اللي موجوده بره، وعشان نخلي مصر ليها اسم باذن الله في مجال اللي احنا بندرسه اللي هو الجيولوجيا او البترول. ولو احنا خدنا اي منطقه طبعا هنتمنى ان احنا نلاقي اي فرصه زي ديت ونطبق عليها اللي احنا درسناه وعشان نفيد بلدنا، ده اكيد. يا اسلام انا بجد بشكرك، ويا محمد كمان، انتوا يعني مثل مشرف جدا لكل شباب مصر. احنا متاكدين ان انتوا هتسافروا افريقيا وهتكسبوا، وهتسافروا الولايات المتحده وهتكسبوا، واحنا في كلامنا واعم هنا نستضيفكم عشان نفرح معاكم بالمركز الاول بجد.